نرجعوا اذا للشان الوطني، ومن بين الاحداث الهامه اللي تحدث عليها الشارع التونسي هذا الاسبوع ربما هي التصريحات اللي قاموا بها بعض المنتمين للترويكا الحاكمه حول التلزئه الوطنيه واللي تحدثوا على امكانيه بيعها للخواص. اذا ننتقل مباشره لسوق العصر حيث تابعنا بقيه اطوار هذا الحدث. هو والله هيا وينكم يا كمالة، هيا وينكم يا كمالة، وينكم يا ديموغرافية الشعب؟ اشري تربح، هو والله تشري، هو والله تربح. هيا تلف زير سيدي خدمة 50 سنة على فرديد. هيا هو والله فرصة لتوعد، هو والله يا مدام سعاد، هو والله. مالو وسهلا يا جبالي، هيا قول لي تلف زير بايع وانا مستعد نشري بفلوس يا سيدي راني. اما قول لي نحب على شرط تلفزه هذه تعدي نهار كامل على الجيش، نحب الصباح نقوم حل تلفزه نلقى الصباح همس الجيش، من بعد نرتاح تو همس الجيش حب يعدوك سبوتات تاع التجنيد. جيش راهو جيش، لا بلا، واسمعني وعلى شرط اخر نحب المرزوقي ما يتعداش، المرزوقي ما يتعداش، تحب تعديه عدي بعد نص الليل، الصباح نوفى المرزوقي يعاودنا على الجيش، هاي قول لي عاد. خلينا نتفاهموا فيها التلفزه هذه، هي بيناتنا قداش فيها من بوش؟ لا 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 استغفر الله، هو والله الكلام اللي تحكي فيه مش باهي. شنو قلنا لك؟ راهو حكايه البوس والتعنيق راهو مش بتاعنا، استغفر الله. ويا سيدي اشري تربح، سامحنا اخويا. بالله بالله، لا لا خير اجبالي، حتى انا بطلت مش نشريها، هكا هو نشريها وبعد طلع لي ما تمشيش، لا مش جيش ما يجيش هو، هاي بسلامه سيدي، هو وجهي كان بعتها. هاي سيدي، هاي يا كماله، هاي سيدي، وين ديموغرافيه الشعب؟ بالله بالله لا حول ولا قوة الا بالله، هذه عاد قالت لهم مسكتوا، هذه كما يقول ابن واوا كان قيت حكومة منرفزة اعرف اللي راهي من غدوة باش تبيع التلفزة، هذه هي يا ودي اش تعمل يا جبالي؟ اكريت لك الدويرة على عوايم، معناها موقتة كريم وقت هذه، كريتها لك على عوايم بديت تبيع شوا اليوم تلفزة غدوة تبيع لبيت النوم من بعد الصالة، ما استغربش الجمعة الجاية نقاك ناصب بالقصبة، هذه هي. شنو تو؟ اش تعمل يا جبالي تو؟ وباش تعدى انا تو كي تكمل تبيع التلفزه انت؟ هكا هو نقعد كان عند نظيف نتعدى هكا هو اعمل كيما تحب، اما هاني نترانا ورجع لك، هاني نترانا هواي مش مازال فيه هو يتحسبوا يا مات، اعمل كيما تحب. هاي سيدي، هاي كماله، هاي سيدي، وين ديموغرافيه الشعب؟ هاي السلامة جبالي، شنو حالك؟ شنو امورك جبالي؟ شنو عامل انت جبالي؟ شو تعمل هنا جبالي؟ انا لست بصاص، انا ابراهيم قصاص، انا شاري تناب فلوسي، انا نقول لك ناس توقف الظلف وانت ناصب بالتلافز يا جبالي، تبيع القصور، تبيع الرباط، تبيع البواخر، تبيع الحبيب، لحظة برك، هو بناتنا حلوة تلفزة ذي، تنكلم الدكتور سي الهاشم نقول له، الو دكتور سي الهاشم شنو امورك؟ ابراهيم 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 قصاص جيت لك تلفزة كبيرة جديدة دكتور، نح عليك المستقلة تزوز بيوت وصالة، هذه تلفزة كبيرة عريضة مقابلة الهولتون على الرقوبة، على الرقوبة دكتور، هذه ناخذوها يا سي الهاشمي، أنا نأكد لك تذي الجزائر تولي تصوت لنا تنظم لتونا تتصور لنا هي يا سي الهاشمي تنخلص تو كلتون، تنخلص تو كلتون سي الهاشمي. هو والله يا سي ابراهيم لحظة 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 لا لا هو والله حاب نقول لك احنا بطلنا من البيعة هذه وماناش باعين. شو تقول أنت شبالي؟ أنا أقول لك تنشري تقولي لا تروح تتكلم تقص علي أنت، أنا شاري أنا حر أنا بفلوسي أنا الدكتور قال لي تاخذها أنا خلصت الكلتون هذه تو. هو والله قلتها لك من قبل وما تخليش نعاودها، قلت لك ما تقاطعنيش لما نتكلم. أنا حر أنا نتكلم، هذه ثورة أنا نتكلم عليها، أنا استقر في الظرف وأنت تقول لي تشريش. هو والله مش مشكلة. هاو الحل، هاو سيدي كيفاش تسكت انت؟ هو والله ديموغرافية الشعب. حماة الحما يا حماة الحما، هلموا هلموا لمجد الزمن. حماة الحما يا حماة الحما، هلموا هلموا لمجد الزمن. إذا بعد ما استمعنا بكل خشوع للنشيد الوطني نمر الآن إلى نشيد الفريق المنافس ولا هو عفوا نمر إذا الخبر الموالي ونقعد في نفس الإطار موضوع الإعلام والتلفزة كذلك، حيث صرح سي سمير بن عمر اللي هو ماهوش راضي على أداة التلفزة التونسية اللي ماهيش قاعدة تعدي في نشاط سيد الرئيس المؤبد سي منصف المرزوقي. بالطبيعة أنا وكإعلامي ملتزم بالحياد وأخلاقي المهنية قررت أنا وفريق البرنامج نقوم بدورنا على أحسن وجه ونعرضوا بداية من اليوم وكل اسبوع ملخص نشاط الغزير والمكثف لسياده الرئيس المؤبد سي المنصف المرزوقي. نبداو اذا هوني بصوره الاسبوع الفارط اللي دخلت التاريخ خلال زياره الرئيس الى سجن الناظور والحركه التاريخيه هذه اللي طمنت كل الشعب على مستقبلهم ومستقبل ابنائهم. وهنا كذلك في لقطة أخرى تاريخية صورة أخرى خلال اجتماعه مع جرحى الثورة وحركة كذلك تاريخية. ثم شوفوا هنا في ندوة حول موضوع التشغيل والقضاء على البطالة. وكذلك ربما في اليوم الموالي في تظاهرة حول غلاء الأسعار.
واخيرا في اجتماع وزاري قدم فيه البرنامج العام للحكومه خلال الفتره الانتقاليه. وهكا حضرات النظاره والنظرات يكون ارضيت ضميري وقمت بواجبي الاعلامي، وهكا نقول لك خويا معز الى اللقاء ونلتقاو في الاسبوع المقبل. الى اللقاء.